نبدأ حديثنا بالحديث عن منتخبنا الوطني المصري ومباراة الجزائر وبعض التصريحات الخاصة بهذه المباراة من اللاعبين. هبدأ مع محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني المصري اللي كان عنده بعض التصريحات الواضحة والصريحة. الحقيقة حابب أبدأ بتصريحه عن مواجهة الأردن. محمد الشناوي أكد أن منتخبنا الوطني المصري يحترم جميع الخصوم وأكيد مواجهة المنتخب الأردني هتكون مواجهة صعبة، مواجهة لازم أكيد في النهاية تنتهي بفوز منتخبنا الوطني المصري، إن هو كان واضح في تصريح صريح جدا منه ان احنا نلعب باسم منتخبنا الوطني المصري، فبالتالي عنا دايما بتكون على المكسب وعلى البطولة. اما عن مباراة الجزائر فاكد ان هو هدفهم كان اسعاد الجماهير، ايضا اتكلم عن ان احنا بنحط البطولة هي ابعد النقاط اللي احنا حابين نوصلها، فبالتالي مش فارق امامنا هنواجه مين. ايضا اتكلم عن ان باقي اللاعبين قدموا كل ما يمتلكونه في هذه المباراة ونجحنا في حصد الصدارة ولم نخسر المباراة، ونعلم جيدا ان القادم كان هيكون طبعا مش افضل ما لدينا فيه، لازم دايما الصعوبة في المباريات، مباراة الجزائر صعبة مش فارق معانا، هنتكلم على مباراة المغرب او الاردن، ولكن في النهاية بنشكر الجماهير وبنحترم جميع الخصوم. دي كانت ابرز تصريحات حارس مرمى منتخبنا الوطني المصري محمد الشناوي.